ابو غانم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا، كله تمام ان شاء الله؟ الحمد لله. يا الحمد لله رب العالمين. متواصلين معاكم في مشروع لوسيل ان شاء الله. اليوم جوله جديده واكتشافات جديده معكم لهذا المشروع الاستراتيجي بالنسبه لدوله قطر في القطاع العقاري ان شاء الله. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. ويا مرحبا بك ويا مرحبا بالاخوه المشاهدين. شكرا، شكرا جزيلا. من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم هنا ومن قلب مدينة لوسيل، نحييكم ونصحبكم في مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد على 38 كيلومترا مربعا، في مدينة تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، فضلا عن تطبيق معايير الاستدامة الصديقة للبيئة. التكلفة هنا تقدر بمليارات الدولارات وتضم ما يزيد على 200,000 نسمة و107 ألف فرصة عمل، وترحب أيضاً بأكثر من 80,000 زائر. إنها مدينة لوسيل الأضخم على مستوى العالم. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي الكرام، ونرحب أيضاً بالرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري السيد عيسى كلاداري. مرحباً بك مرة أخرى. يا مرحباً. البعض كان يعتقد سيد عيسى أنه شركة الديار أو شركة لوسيل بدأت تطوير هذا المشروع منذ سنوات قليلة، ولا يعلم أنه حجم الإنجاز امتد بدءاً من العام 2009 تحديداً، واليوم نتابع هذا التطور الكبير في المشروع. طبعاً المشروع تم تدشينه في 2006 وبدأ عمل البناء الفعلي في نهاية 2008، والآن نحن تقريباً في السنة التاسعة من المشروع، وتم الانتهاء من المراحل الكبيرة طبعاً وتسليمها للمستثمرين. وهذا طبعاً يأتي من التزام شركة ديار قطرية بتسليم المشاريع أو المناطق في أوقاتها حتى يتسنى للمستثمرين البدء بالاستثمار. طيب ما شاء الله اليوم يعني عند دخولك مدينة لوسيل تلحظ التنوع العمراني، الشكل الجديد للعمراني المعاصر للمدن الجديدة والمدن الصديقة للبيئة. مراحل التطور الآن في هذا المشروع، نحن في أي مرحلة الآن؟ احنا كشركة ديار قطرية طبعاً التزامنا هو الانتهاء من أعمال البنية التحتية، واحنا طبعاً الآن في المراحل النهائية من أعمال البنية التحتية، وتم تسليم جميع القطاعات اللي تم بيعها للمستثمرين. وطبعاً مثل ما تشايف الأخوة المستثمرين بدأوا يطورون في هذه القطاعات، سواء كان منطقة المارينا، جبل الثعيلب، خرايج أو الواجهة البحرية. أحبيت أذكر أن طبعاً إحنا أنت تكلمت على واجهة معاصرة، إحنا عندنا طبعاً منطقة المارينا اللي هي منطقة خلنا نقول عصرية، بس عندنا مناطق أخرى زي جبل الثعيلب، وعندنا طبعاً المنطقة الشمالية المنطقة القطرية هي الفلل اللي طبعاً تتماشى مع الرغبة العامة في البلد. لاحظنا من خلال التشريعات التي يعني أقرتها الدولة خلال العام 2018 أنه هناك استهداف للمستثمرين الأجانب تحديداً. لاحظ أولاً قرار الاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، لدينا القرار تملك المستثمرين أو الأجانب للعقارات في قطر، والذي يعني الآن يناقش في مجلس الشورى وسيقر في القريب العاجل. لدينا موضوع الإقامة أيضاً الدائمة. كل هذه الأمور برأيك كيف يمكن أن تخدمكم أنتم كإدارة في هذا المشروع في تنشيط الساحة، ساحة البيع والشراء في هذا المشروع الاستراتيجي؟ أليست مناخ مناسب جداً في ظل كل هذه التشريعات أن تستقطب مستثمرين ومطورين عقاريين من الخارج؟ الخطوات اللي أخذتها الدولة خلال فترة يعني خلنا نقول وجيزة السابقة، أعتقد خطوات جبارة، هيئة المناخ المناسب للمستثمرين للاستثمار في البلد بشكل عام، وخلنا نقول وفي مدينة لوسيل بشكل خاص، خصوصاً المدينة هيئت البنية التحتية اللازمة للمستثمرين اللي بدأت استثمارهم هنا عندنا في الدوحة. ودي بعد في نفس الوقت أذكر أن بعض الخطوات اللي تسويها وزارة الاقتصاد، سواء كانت طريقة فتح السجلات التجارية وتسهيلها وسرعة إنجازها، طبعاً أثرت بشكل إيجابي لجذب الاستثمار. إحنا لدينا العديد من الأماكن سنزورها في هذا المشروع. مكاننا القادم مشاهدة الكرام مدينة أخرى تحت مدينة لوسيل، سنهبط بكم من فوق الأرض إلى تحت الأرض، المدينة الخدمية لمدينة لوسيل. ابقوا معنا، تفضل أستاذ عيسى.
أستاذ عيسى، مهم السيفتي للزوار؟ السيفتي أو السلامة من أهم أولويات الشركة، سواء كانت سلامة الزوار أو سلامة العاملين كموظفين في شركة الديار والوسيل، أو حتى الشركات المقاولات اللي عاملة في المدينة، سواء كانت من شركات المقاولات اللي لها تعاقد مباشر مع شركة الوسيل، أو حتى شركات المقاولات اللي تعمل للمستثمرين. احنا وين الآن أستاذ عيسى؟ احنا في مبنى الكوماند كنترول سنتر أو مبنى التحكم للمدينة، وفي الوقت الحالي احنا طبعا نازلين على نفق الخدمات بشكل أساسي، موجود في منطقة المارينا وبعض المناطق الأخرى اللي عالية الكثافة. عندنا أنفاق مختلفة، في عندنا أنفاق الخدمات وهي تنقسم إلى 3 أنواع، في طبعا الخدمات الرطبة والخدمات الجافة، وعندنا بعد الأنفاق اللي توصل هالخدمات بالمباني. واحدة من أهم الميزات هذا المشروع أنه يحتوي على مدينة متكاملة تحت الأرض، مدينة خدمية. يمكن إحنا اليوم أو اللحظة في أحد هذه الأنفاق تحت الأرض، ما الذي يجري؟ أي مدينة أو أي منطقة سكنية أو تجارية تحتاج خدمات، والخدمات طبعاً الأساسية اللي هو مياه الشرب والكهرباء والخدمات الصلاة. طبعاً في مدينة الوسيل عندنا خدمات يعني أكثر من هذا، عندنا مياه الباردة أو الشيلد ووتر اللي هي التبريد المركزي، وعندنا النيوماتيك ويست أو النظام الشحط النفايات، وفي نفس الوقت عندنا طبعاً خدمات الأخرى، الفايبر أوبتكس، الألياف الضوئية، خدمات المدينة الذكية، كل هالخدمات الآن متواجدة في النفق. طبعاً في البداية يوم بدينا إحنا طبعاً فكرة النفق لضرورة، طبعاً ضرورة الأولى طبعاً كان في بداية الإنشاء نحتاج نعمل النفق لاستيعاب هذه كل هذه الخدمات. عند البناء كان في كثير من التحديات. إحنا لو نرجع خلنا نقول 10 أو 15 سنة قبل، وناخذ خلينا نقول صوره جويه، المنطقه هذه كانت منطقه صبخه معروفه يعني، فكان في حاجه لاعاده تاهيل الارض حتى تكون مناسبه للبناء. خلال اعاده التهيئه كان في عندنا واجهنا كان عندنا مناطق صخريه، عندنا مناطق كان فيها دحول كان اضطرينا نتعامل معاها، كان عندنا مناطق فيها تربه مش مناسبه اضطرينا نزيل هذه التربه ونعيد استخدام تربه صالحه، احتجنا حتى استخدام بعض النوع من المتفجرات، كان طبعا مالي يعني لتسريع وتيره العمل. الانفاق اعتقدنا أنه المساحة ضيقة أستاذ عيسى، يبدو أنه عندكم مساحات كبيرة، وواضح جداً أنه مساحات شاسعة تحت الأرض لخدمة مدينة الوسيل. مثل ما تشايف الخدمات المطلوبة للمدينة بهالحجم خدمات كبيرة، سواء كان مثل ما تشايف تشيلد ووتر اللي هو المياه الباردة، أنت قاعد تتكلم على منطقة فيها أكثر من 101 برج في منطقة المارينا فقط. إحنا عندنا الشبكة طبعاً كبيرة بتوصل للمدينة كامل، فتضطر انت طبعا تكبر حجم النتورك او الانابيب حتى تستوعب الحاجه من المدينه. هل تعمل الان الشبكه بكامل طاقتها؟ نعم، جميع الخدمات الان تعمل، سواء كان المياه البارده ديستريك كولينج او مياه الشرب، الكهرباء، تليكومنيكيشن، اتصالات وغيرها، كلها شغاله. مثل ما شايف احنا الحين نمشي في النفق ما تسمع اي حاجه، وهذا راح يكون بنفس الطريقة خلال أعمال الصيانة، راح يتم أعمال أي عمل صيانة لهذه الخدمات بدون ما تأثر انسيابية الشوارع وحتى السكان اللي في المدينة. وفي النهاية الحمد لله يعني كان انعمل لحاجة، واعتقد الحين على قولتهم سبيس اوف قاعد يعطي ثمارها. في كثير من الأمور اللي الآن احنا نضطرين نتعامل معاها، والحمد لله السكان في الوقت الحالي ما تأثروا. إذا سيد عيسى، الزائر لمدينة الوسيل والساكن في مدينة الوسيل والعامل في هذه المدينة لن يلحظ أي شيء من الأعمال الخدمية فوق مستوى سطح الأرض، كل شيء تحت الأرض. خلال أعمال الصيانة بالضبط ما راح يلحظ أي حاجة. واضح، شكرا. هي. تفضل.
سيد عيسى، واضح أنه الأعمال الإنشائية في كل زاوية في مشروع الوسيب حتى على الواجهة البحرية. طبعاً الأعمال الإنشائية اللازمة للسكان تم الانتهاء منها، الأعمال الأساسية من خدمات وغيرها، لكن الأعمال طبعاً التجميدية راح تستمر. إحنا عملناها بطريقة أنه يتم انتهاء منها مع انتهاء أعمال البناء حتى ما يكون في تضارب بين الاثنين. خلال الزيارة واضح أنه الواجهات البحرية في مشروع الوسيل والممتدة على مساحات كبيرة جداً تم دراستها بشكل مدروس جداً عميق جداً، أنه أن يتم استغلال الواجهات البحرية بشكل كبير في وقت أنت تعلم أنه أغلب المشاريع لم تستغل الواجهة البحرية التي تتمتع فيها الدولة بشكل عام. طبعاً قطر تقع شبه جزيرة، تقع المياه تحوطها من ثلاث جهات. مدينة الوسيل مدينة يتم تطويرها على البحر، فمن الطبيعي ان احنا نستغل هالميزة. لو تسأل اي مصمم هذا افضل شيء بالنسبة له انه يصمم حاجة على واجهة بحرية. احنا عندنا واجهات بحرية تمتد على طول 30 كيلو متر، منها 20 شاطئ. لما تم تطوير الواجهات البحرية او الكورنيش تم أخذ بعين الاعتبار أن يكون في تقريب الناس أو السكان من الماء، ما يكون يعني يكون واقف على الكورنيش ويشوف البحر، يكون عنده القدرة على لمس الماء. فكانت هذه الفكرة، وراء تطوير هالبلاتفورم. مثل ما أنت شايف الآن يمكن البحر في شهر فبراير يكون أقل جزر، لكن إن شاء الله خلال شهر لما البحر يعود على ما هو عليه طبيعي راح أشوف الماء يعني يلامس الخشب، وراح يكون في مقدور الناس ملامسة الماء سواء كان عندهم العوائل أو الأطفال باستغلال هالواجهة الجميلة. سيد عيسى، منطقة المارينا واحدة من المناطق التي تعولون عليها ليس فقط في مدينة الوسيل وإنما أيضا على مستوى السياحي في قطر، في أنها تكون مقصد سياحي. ما هي مقومات هذه المنطقة؟ نعم، طبعا مثل ما شايف مدينة منطقة المارينا بشكل خاص طبعا بنت على أساس أن تكون هاي إند، مكان مستوى مرتفع سواء كان من الفينيشينج مثل ما شايف الحدائق أو الخدمات الموجودة، في نفس الوقت المباني اللي يتم بنائها في منطقة المارينا. عندنا مباني سكنية، فنادق 5 ستار 4 ستار، طبعا غير المباني التجارية المصاحبة. في نفس الوقت عندنا طبعا مولات في منطقة المارينا، عندنا مولين، احدى المولات طبعا ممكن تكون من اكبر المولات في الشرق الاوسط. في نفس الوقت عندنا شركات جاية سواء كان جهات حكومية او شركات عامة، وراح من ضمنها طبعا الشركات المصاحبة للشركات راح تنتقل الى المدينة، شركات طبعا محلية او حتى شركات عالمية. سيد عيسى، الخدمات البحرية التي قدمها مشروع الوسيل ربما جاءت في وقت مناسب لأنه هناك توسع الخدمات البحرية، سوق اليخوت، وأنتم تنظموا أيضا سنويا معرض قطر الدولي لليخوت. اليوم نحن في المرحلة الأولى وأن تم الانتهاء منها فيما يخص المارينا أو مواقف اليخوت، ماذا بالنسبة للمراحل الأخرى وكم ستستوعب؟ في المرحلة النهائية طبعاً راح يستوعب حول 1500 مركب، هذه أول مرحلة. في مرحلة إن شاء الله راح تنتهي خلال شهر، وهي بيكون عند النادي اليخوت أو مطعم ونادي اليخوت اللي موجود هناك في الجهة الأخرى. طبعا احنا حاولنا نقدم خدمات متميزة في مارينا الوسيل. موضوع مشروع الوسيل بلازا، هذا المشروع الذي تعول عليه أيضا مدينة الوسيل كأكبر مجمع تجاري هنا في قطر. الوسيل بلازا يتكون من 4 أبراج، برجين 85 دور وبرجين 50 دور، تم تصميمه بشكل مختلف، توستد أو منثني.
وإن شاء الله إحنا طبعاً كبنية تحتية أو اللوسيل بلازا راح يتم انتهاء منها إن شاء الله في نهاية العام. اللي يميز اللوسيل بلازا والشارع التجاري المواصلات اللي توصلها سواء كان سيارات تكملة الشارع أو الشارع اللوسيل إكسبرس واي أو شارع اللوسيل السريع يمتد خلال شارع اللوسيل بلازا ويتفرع منها إلى مواقف. عندنا تقريباً 2000 موقف تحت لوسيل بلازا بالإضافة إلى 2000 موقف تحت الجادة التجارية. موضوع المواصلات وشبكة المواصلات بلوسيل موضوع مهم جداً، أكثر من وسيلة للمواصلات. دعنا نبدأ من آخر تدشين لسعادة وزير المواصلات والاتصالات والذي حصل في فرنسا للعمليات التجريبية لترام لوسيل الذي سيخدم منطقة لوسيل. مثل ما تفضلت عندنا عدة طرق للمواصلات سواء كان قطارات أو الشوارع سيارات يعني أو مواصلات البحرية أو حتى يعني عن طريق السياكل أو الدراجات الهوائية. تم في عندنا تقريبا 37 محطة للقطارات في لوسيل، من ضمنهم محطتين نسميهم اللي هم الهاب ستيشنز اللي يوصل القطار الخفيف اللي في لوسيل مع المترو. عندنا محطات تحت الأرض موصولة بمواقف السيارات لتسهيل استخدام القطارات هذه، بحيث ان احنا كنا تراين تو يعني نحاول اللي هو البارك اند رايد، وقف واستخدم القطار. سيد عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركه لوسيل للتطوير العقاري، اشكرك جزيل الشكر على هذه الجوله. الله يحييكم ومشكورين لزيارتنا للمدينه. جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، مشروع لوسيل لن ينتهي طبعا، مشروع سنواصل معكم بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله، استطلاع أهم مجريات وأهم إنجازات هذا المشروع وتجسد مدينة لوسيل كما نعلم كمشروع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين أيضا استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، مع المحافظة طبعا على التقاليد، حيث يحمل المشروع في كل أجزائه طابعا تتناغم فيه التقاليد القطرية مع فنون العمارة الإسلامية بأسلوب معاصر. نشكركم على طيب متابعتكم ونلقاكم بخير، إلى اللقاء.